وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل كل ما فعل أو قيل أو تفكر الإنسان فيه يكون في كتابه؟ هل كل ما فعل أو قال أو تفكر الإنسان فيه يكون في كتابه؟ ما قاله أو فعله هذا في كتابه خيرا أو شرا، وأما مجرد النية هذه اختلف العلماء فيها، هل الملائكة تسجل ما ينويه الإنسان أو ما تسجله؟ الله أعلم. نعم.